السيد رئيس، سعيد أن أعود إلى رئيس الجلسة السيد مستشار شولتز، من ثم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإلقاء الكلمة الختامية. ما هي أهم مخرجات من هذا النقاش سيادة المستشار؟ وما هي التغيرات الأساسية في المجالات والمنطقة؟ وما هي الطموحات للمستقبل؟ شكرا جزيلا. توقعاتي للمستقبل أن سوف تكون هناك نقطة تحول من خلال هذه المشروعات كافتها ومن خلال مشروعات الحكومة وقطاع الأعمال. يمكن أن نفهم أن الوقت حان لاستغلال الهيدروجين الأخضر كمصدر أساسي. الهيدروجين الأخضر ليس بالجديد، ولكنه حان الوقت الآن لزيادة استخدامه وإيجاد طرق كيف يمكن أن يكون مصدرا أرخص لإنتاج الطاقة. فهذه أحد العوامل الواعدة في مجال الطاقة مستقبلا، وكل ما تعلمناه هنا يعطينا الدفعة لبدء المشروعات التعاونية. ومن اليسير أصبح من اليسير من أكثر من أي وقت مضى إنتاج الهيدروجين الأخضر والاستثمار في الدول المنتجة للهيدروجين الأخضر والتصدير للدول الأخرى لسد الفجوة في مجال الطاقة. وهذه أحد الأمور الأساسية ومن أحد الأمور الأساسية هو نقل التكنولوجيا اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. فبالتالي هذه الدعائم الرئيسية لا بد أن نبدأ الآن، ولا بد أن نشجع على زيادة الثقة في استثمارات الطاقة النظيفة. شكرا جزيلا.